أيضا تابع للقضية الأولى، تقول: ما حكم الأكل عند أهل المتوفى؟ هل هو حرام أم حلال؟ نحن عادتنا نذهب لأهل المتوفى بعدما نبكي في اليوم الأول، نذهب في اليوم الثالث للميت ونتغدى لأهل الميت ونتغدى عندهم وندفع لهم قروش كل إنسان واستطاعته، ونسميه قدم ويسجل ذلك وتسجل النساء أسماءهن وكل واحدة وما دفعت. ما حكم كل هذا؟ جزاكم الله خيرا. كل هذا لا أصل له، وهو من التكلف الذي لا يزال الله به من سلطان، ومن إلزام الناس بشيء لم يلزمه الله به. والمشروع في أهل المصاب أن يصنع لهم طعام ويدفع إليهم بقدر حاجتهم، قدر حاجة أهل المصاب، لأنهم مشغولون بمصيبتهم عن إعداد الطعام لأنفسهم. فمن التعاون معهم والرحمة بهم أن يقدم لهم ما يكفيهم في بيتهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما استشهد جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، قال صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم أتاهم ما يشغلهم. هذا هو المشروع. أما ما اعتاده بعض الناس من إقامة الولائم والحفلات وجمع الأطعمة واللحوم وغير ذلك وإلزام الناس بذلك، هذا كلها آثار وأغلال ومآكل لا أنزل الله بها من سلطان.